بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سورة الأنفال هي فرقان من الفرقان، فرقان كونها تتحدث عن غزوة الفرقان، وفرقان لأنها فرقت بين نور وهدي القرآن وبين هوى ونظر وهوس الإنسان. سورة الفرقان تعلمنا كيف يكون الانتصار، لا بل كيف يكون الاستسلام، الاستسلام لله رب العالمين. انتصر المؤمنون في غزوة بدر، وأبلوا البلاء الحسن، وأسعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدموه. أسعدوه حين قالوا: لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا إنا معكما مقاتلون. وأسعدوه حين قالوا: اذهب يا رسول الله حيث أمرك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. وأسعدوه بما قدموه من مبادرات في الغزوة قبلها وبعدها. أسعده الحباب بن المنذر حين أشار عليه بأن يغير المكان وينزل حيث الماء. وأسعده سعد بن معاذ حين أشار عليه ببناء العريش. أسعدوه بما أبدوه من حب له صلى الله عليه وسلم ومن ثبات في الجهاد. كل هذا ونزلت سورة الأنفال تجردهم من كل ما قاموا به، لم تثبت لهم عملا. بيّنت سورة الأنفال أن الغزوة كلها كانت بتدبير كلي من الله عز وجل، ولم تنسب لهم شيئا. افتتحت السورة بتأنيب بليغ للمؤمنين: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أخبرت أن كل شيء في الغزوة كان من الله سبحانه عز وجل، هو الذي أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته والمؤمنون كارهون، هو الذي أراد أن يقطع دابر الكافرين وكانوا يريدون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، هو الذي أنزل من السماء ماء ليطهرهم به ويثبت به الأقدام ويذهب به رجس الشيطان، هو الذي أرسل عليهم النعاس أمنة منه، هو الذي أرسل الملائكة مددا، هو الذي علم الملائكة كيف تقاتل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هو الذي قتل الأعداء وهو الذي رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي قللهم في أعين المؤمنين وقلل المؤمنين في أعين الكافرين تحريضا لهم على القتال، هو منه كل شيء سبحانه عز وجل، منه النصر، وما النصر إلا من عند الله. تذكرهم سورة الأنفال بما كانوا عليه من قبل بقلتهم وضعفهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. تذكرهم سورة الأنفال بأن الله سبحانه هو الذي أنقذ رسوله صلى الله عليه وسلم يوم كان وحيدا في مكة والمشركون يمكرون: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فصورة الأنفال تجرد المؤمنين من كل قوة ومن كل حول، تجعلهم يستسلمون لله عز وجل، يفوضون كل أمورهم لله عز وجل. بهذا الاستسلام الكلي
وهذا التفويض يكون النصر من عند الله، وكل اعتداد بالنفس أو العلم أو القوة سبب لكل انتكاس ونقص.